أهلا يا أطفال، في حصتكم المفضلة عبو يزيد راح يتطرق ليوم عالمي مهم جدا معكم. كاين يوم عالمي مهم جدا، هو اليوم العالمي لداء سرطان الأطفال. والشاطر يعطينا الحل، فيها عبرة حكمة. شخصية اليوم هي أبو ريحان البيروني. هو أبو ريحان محمد بن أحمد البيروني، عالم مسلم ورحالة وفيلسوف وجغرافي وفلكي وصيدلي. عمو يزيد دلكم أغنية نقول فيها توازن الغذاء خير من الدواء. توازن الغذاء خير من الدواء، توازن الغذاء خير من الدواء. وثم يا أحبائي، إلى حبيتوا ترسلوا عمو يزيد باش يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمو يزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. عيد ميلادك أحلى عيد. تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدوا هيا نصفق ونغني. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص، كل الحفلات، كل اللقاءات الصحفية وأكثر. أحبائي الأطفال، حصتكم المفضلة مع عمو يزيد تأتيكم مساء كل يوم ثلاثاء في الأوقات التالية. كونوا في الموعد.